متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل الخير. لكم النشرة الجوية 24 ساعة القادمة. تبقى الأجواء هذه الليلة باردة بوجه عام في أغلب المناطق، لكنها تكون شديدة البرودة في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية. في العاصمة عمان تكون درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 6 درجات مئوية مع أجواء صافية، لكن يتوقع تشكل الصقيع في أجزاء ربما واسعة من بعض مناطق البادية والسهول الشرقية. نهار يوم غد الثلاثاء يتوقع أن تميل درجات الحرارة انخفاض قليلا بالمقارنة ما كانت عليه يوم الاثنين، وسط بقاء درجات حرارة حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. الطقس يكون بشكل عام باردا بوجه عام في أغلب مناطق المملكة مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم غدا الثلاثاء والصغرى في الليلة التي تلي القادمة. نبدأها شمالا من عجلون 15-10، إربد 16-8، المفرق 16-7، وجرش من 15 إلى 9 درجات مئوية. في الوسط عمان 14-8، البحر الميت 23-14، مأدبة 16-8، السلط 16-10، زرقاء 17 إلى 7 درجات مئوية. في المناطق الجنوبية في الكرك 17-10، الطفيلة 17-11، معان 18 إلى 8، في الشراء من 15 إلى 10، ترتفع في خليج العقبة إلى 22 درجة مئوية في ساعات النهار، وتهبط الصغرى إلى 18 درجة مئوية. في المناطق الشرقية في رويشة 18 إلى 6، في الصفاوي 18 إلى 4، وفي الأزرق من 18 إلى 5 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.